السلام عليكم واهلا وسهلا بحضراتكم، ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده في عنوان مهم جدا عن ان ايران واسرائيل. حضراتكم عارفين ان موضوع ايران ده احنا تقريبا شايفين الدنيا هاديه خالص، وقلت لكم امبارح ان عراقجي اللي هو وزير الخارجيه الايراني كان طلع واتكلم على حاجه وقال يا جماعه احنا مش بنسعى الى الاسلحه النوويه، احنا ناس مسالمين جدا. وقلت لكم امبارح ان ده واضح قوي انها عمليه تهدئه من ايران، واضح قوي لان ترامب خلاص هو اللي هيمسك السلطه، فايران يعني عايزه تهدي الموضوع لانها عارفه بكل تاكيد ان ترامب بيكره تماما ايران. النهارده في صحيفه جيروزاليم بوست الاسرائيليه، وخلينا نركز معاهم عشان نشوف هما بيفكروا ازاي وبيتكلموا ازاي. قال لك ان حاليا في تخوفات في الوقت الحالي، رغم ان احنا شايفين الدنيا هادية، ولكن اسرائيل من الداخل خاصة الجيش الاسرائيلي والمخابرات في تنسيق عالي جدا بينها وبين المخابرات الامريكية، تحسبا لاي تحرك ايران تعمله وتستغل الفترة اللي موجودة دلوقتي من ان ايران تضرب في اسرائيل. خاصة ان في فيديو دلوقتي مشهور لبايدن وهو ماشي على الرملة وعمال بيكحد برجليه في الرملة ومراته ماشية ولا بس حبيبي ما تعملش كده. فواضح قوي ان بايدن النهاردة بيعد الايام علشان عايز ان هو يخلص خلاص من الرئاسة والفترة بتاعته، بس هو بايدن مش عايز يمشي والدنيا يعني سداح مداح. ولكن في نفس الوقت عندنا بيتكلموا في جيروزاليم بوست على ان من الاحتمال ان ايران توجه ضربة الى اسرائيل، بس النهاردة بيفترضوا مجموعة افتراضات. قال لك ان احنا النهاردة عندنا ترامب قال ان انا عايز اقوض النظام الايراني، وفي نفس الوقت قال انا لو موجود برضو مش هسمح ايران ابدا انها تمتلك نووي. النهاردة في اسرائيل في اصوات كتيرة بتتكلم على ان ايران عايزة تمتلك نووي، بيحاولوا بقى يتلككوا الى ايران. في نفس الوقت برضو في نفس المقال يقول لك بس الحقيقة ان ترامب قال ان انا مش عايز حروب في العالم، فبيقول لك مش منطقي ان هو بيقول انا مش عايز حروب في العالم ويفتعل حروب. طب هيبقى العمل بتاع ترامب ايه؟ قالوا ان ترامب النهاردة واضح ان هو سياسته ان هو يقود ايران من خلال الوضع الاقتصادي بتاعها، وان هي تترنح اقتصاديا، لكن ده مش هيبقى متوافق مع نتنياهو. يعني هم حتى بيصيروا تساؤل بيقولوا هل نتنياهو هنا هو ممكن يجاري ترامب في ان هو يستنى لما امريكا تقود ايران، ولا ممكن نتنياهو يقعد يتفرج على ايران وهي بتعمل النووي بتاعها. وبيبداوا يستعرضوا بعد كده ان اسرائيل توجه ضربه الى ايران. قال لك ان الضربه اللي فاتت اللي كانت على ايران قدرت اسرائيل انها تضرب 14 محطه راداريه متصله بالانظمه الاس 300، غير اربع محطات راداريه تانية. الاربع محطات دولت حوالين طهران، واربع محطات تانية تخص باماكن الصواريخ الباليستيه والوقود الصلب بتاع الصواريخ الباليستيه. فهم اللي عايزين يقولوه من المقال ده عايزين يوصلوا لحاله من الراي العام امام الشعب بتاعهم ان ايران ممكن تكون بتستعد انها توجه ضربه لينا، بس احنا عملنا تخريب كبير في انظمه الدفاع الجوي بتاعتهم، وهم دلوقتي بيحاولوا ان هم يعالجوا الجراح. طيب هيعملوا ايه الايرانيين معانا؟ قال لك ممكن الايرانيين ان هم يعززوا نفوذ تاني القوات بتاعتهم من خلال قوات الرضوان، سواء في الجنوب اللبناني او من خلال سوريا او من خلال العراق او من خلال اليمن. اذا النهارده حضراتكم اسرائيل عندها تخوفات من ان لازالت اسرائيل عندها تخوفات من ايران. اسرائيل لحد النهارده متوقعه ان في نسبه ان ايران توجه ضربه الى اسرائيل عندهم، وان هم يستغلوا الموضوع والانتخابات او الفتره الانتقاليه ويوجهوا الضربه. بس لما تيجوا تسالوني كده شخصيا هل ممكن ايران ممكن في الفتره الحاليه انها توجه ضربه الى اسرائيل؟ انا بصراحه ما اعتقدش. في تصوري ان بعد فوز ترامب، اما مش بقول ان ده اكيد يعني عشان برضو ايه ما تجيش ايران تضرب والاقي واحد بيخبط لي على باب بيتي في نص الليل ويقول لي قوم انت ضحكت على، لا حضراتكم ممكن من الاحتمال ان ايران فعلا تعمل كده، بس التصور العام ايه؟ ان الموضوع يا جماعه هو مش عباره عن خناقه ولا هي عباره عن عركه، الموضوع بيبقى له حسابات كتيره جدا. النهارده هم شايفين ترامب عاوز يعمل ايه؟ عاوز ان هو يضيق الخناق عليهم اكتر.
من خلال الاقتصاد بتاعهم. هم في نفس الوقت مش عايزين كده، الوضع الاقتصادي في إيران نفسه. فالنهاردة ما بين خيارين، يا إما إن إحنا نتحمل الضربة اللي حصلت لنا بسكات وما نثيرش غضب الجانب الأمريكي ولا ترامب، يا إما إن إحنا نفتح صدرنا وندخل ونضرب في إسرائيل. هل حضراتكم شايفين، انا عايز برضو يهمني رأي حضراتكم في التعليقات تشاركوني، هل انتوا شايفين ان ايران فعلا هتواجه ضربة زي المزاعم الاسرائيلية او التوقعات، بعض التوقعات عندهم ولا لا؟ نيجي بقى لحاجة تانية وهي مهمة جدا جدا ولازم بقى نقف عندها. حضراتكم لما حصلت عملية طوفان الاقصى في اول وتاني يوم طلعت وقلت للناس يا جماعة من فضلكم عملية طوفان الأقصى دي ما تمش كده بيوم وليلة والإسرائيليين مش حاسين بيها، يعني مش منطقي إن عندهم جهاز المخابرات الموساد والشباك والأمان والشنبت وكل الأجهزة اللي عندهم دي وهم قاعدين نايمين على دماغهم مش حاسين إن في تحضيرات. يعني حسب ما إحنا يوم 7 من أكتوبر العملية منظمة منسقة، تم التدريب عليها، في إعداد تم إليها، وحسب ما إحنا شفنا لاحقا من الاختراق الأمني الإسرائيلي لما شفنا اغتيالات القيادات اللي موجودة في الجنوب اللبناني، وأنا معاك إن كم الاختراق اللي موجود جوه حماس وجوه غزة مش قد الاختراق اللي حصل في لبنان، مع كل الحب والاحترام الكبير لكل شعب لبنان، ولكن احنا شفنا سيل من الاغتيالات حصلت، وده معناها سيل من المعلومات، يعني معناها في جواسيس على الأرض بشكل كبير وفي جواسيس في القيادات في حزب الله وهنا وهنا. فمش منطقي ساعتها بقى ما خلصتش طلعت ناس اللي يقول لي انت عميل، وازاي انك انت تقلل من القدرات بتاعه حماس، وازاي انك انت تقول عليهم لا هم اصحاب عنصر المفاجأة، وما خلصتش واتهمت ساعتها انت بتعميل للصهاينة وانت ما عرفش ايه، وما خلصتش. فعلى كل حال اللي حصل النهاردة ان في فضيحة كبيرة برضو في اسرائيل، رغم غير الفضيحة اللي هي بتاع تسريب المعلومات وتسريب الوثائق ان في ضابط كبير في الجيش الاسرائيلي ومسكين عليه زلة بصور وخلونه هو يخرج صور ويخرج، لكن النهاردة لقينا الامر حاجة تانية بقى جديدة طالعة اسمها فضيحة السم. في عملية اسمها عملية السم، والكلام ده انا مش جايبه مثلا، لا ده من صحيفة يديعوت عندهم، واضح قوي ان فضايح مكتب بنيامين نتنياهو كترت. النهاردة عملية السم دي بتقول ان في ضابط في المخابرات، في ما حددوش بقى بأني جهاز في المخابرات الإسرائيلية، راح بيشتكي مكتب بنيامين نتنياهو، ده غير الضابط الكبير اللي مسكين عليه الصور، برضه الضابط ده مسكين عليه الصور. يعني انا حتى قلت جهاز انا متلخبط مثلا، واضح ان كلهم معظم الضباط عندهم ممسوك عليهم صور، انا مش عارف انا الجهاز اللي عندهم ده اللي كلهم مسكين عليهم صور، سي دي هوريك، على راي واحد حبايبنا بدون ما اذكر اسمه هوريك ماسك عليك سي دي هيا، هو نفس الشيء بنيامين نتنياهو، كل واحد هوريك ماسك عليك سي دي هيا. الضابط ده راح قال ان هم في مكتب رئيس الوزراء مسكين عليا صور علشان ما تكلمش، والموضوع واضح ان في ابتزاز عليا. طب ايه بقى الحكاية؟ الموضوع حضراتكم ان في ملف اتفتح اسمه ملف عملية السم. المفترض ان كانت في القوات حماس بيستخدموا بعضهم من الشرايح السيم كارد اللي هي الاسرائيلية، وهما الإسرائيليين من البداية عارفين إن الحمسوية هما اللي بيستخدموها. واحد بقى يقول لي في التعليقات طب عرفت منين، عرفوا منين إن، يا سلام، بعد كل الضربات اللي بتشوفوها دي ولسه بتسأل عرفوا منين؟ عرفوا يا أخي، يا أخي ده التليفون المحمول اللي انت ماسكه لو مطفي والبطارية بتاعته الجهاز مطفي وحد عايز يتصنط عليك بيتصنطوا عليك. مش بقول بقى في الموساد، لأ، في اي جهاز استخبارات النهاردة في العالم ممكن حضرتك موبايلك ده يبقى مقفول وبيتسمع كل حاجة وبتتشاف الكاميرا بتاعتك وكل حاجة. المهم ان شرائح السيم كارد دي كانوا عارفين ان هي مع خاصة قوات النخبة اللي في حماس، وكان بيتعمل تقارير بكده، وواضح قوي ان هما كانوا من فترة للتانية كانت الشرائح دي بتتقفل. فقال لك ان قبل 7 اكتوبر على طول لاحظنا ان الشرائح دي تم تفعيلها بشكل غير عادي وبشكل مفرط. كان يوم قبل 6 اكتوبر و7 اكتوبر
ابتداء من يوم 4 و5 اكتوبر لقوا في الاستخبارات الاسرائيلية ان شرايح السيم كارد دي عمالة بتتفعل بشكل كبير، فتم ابلاغ قيادات المخابرات في اسرائيل، وتم ابلاغ رئيس الاركان، وتم ابلاغ مكتب رئيس الوزراء اللي هو بنيامين نتنياهو، وقال لك ان بنيامين نتنياهو قال لا 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 مفيش اي قلق من الكلام ده، رغم ان هو كان متسجل ان في احتمالية كبيرة بهجوم غير عادي هيحصل على المستوطنات الاسرائيلية من ناحية الشمال من غزة نتيجة تفعيل غير عادي من السيم كارد دي، ولكن تم حجب المعلومات ديت، وبعد كده تلعبوا في الوثائق وفي المستندات علشان يغيروا تواريخ المراقبة. يعني المفترض ان الكلام ده بيتعمل في وثائق ومستندات وبيانات على الكمبيوتر. قال لك ان في موظفة مخصوصة في الموضوع ده تم الضغط عليها من قبل موظفين داخل مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي علشان يتلاعبوا في تواريخ الموضوع ده، بحيث ان ما تجيش التحقيقات بعد كده ويقولوا بنيامين نتنياهو طب ما انت عارف اهو. فطبعا النهارده بنيامين نتنياهو برضه بينكر الموضوع ده، وهنا برضه السؤال هو ده بقى اللي بيطرح نفسه، ده مش اول موقف يبان من ان نتنياهو كان بتجيله معلومات على ان حماس بصدد انها تهاجم. هل فعلا بنيامين نتنياهو هو كان عارف ومرر الموضوع ده علشان يوجد الزريعة إلى كل اللي بيحصل والسيناريو اللي بيحصل ده؟ أنا لا أستبعد. واللي بيبين عندنا كده، عندنا لما نرجع بالصحف القديمة أدي زي ما حضراتكم شايفين هنا، إن كان أصلاً بنيامين نتنياهو هو اللي سمح بتدفق ملايين الدولارات من قطر إلى حماس، وكان بهدف إيه؟ إن هو يبوظ اللي بيقولك الحجة علشان يبقى حماس عندها تمويل زي ما السلطة الفلسطينية يبقى عندها تمويل. كان بيقول كده للإسرائيليين والناس اللي بتنتقده، يعني جوه إسرائيل كانوا قاعدوا يقولوا له أنت ليه سايب حماس بتاخد الفلوس دي؟ ما ممكن تاخد الفلوس دي وتجيب بيها أسلحة. يقول لهم لا لا، ما هو احنا طول ما احنا بنديلهم الفلوس ديت وبنخليها تدخل لهم يبقى احنا كده عاملين الفلسطينيين منقسمين، ما يبقاش في دولة فلسطينية. كل ما طول ما هم منقسمين مش هيبقى في دولة. فالنهارده في تساؤلات برضه بخصوص فضيحه السم دي اللي هي صحيفه يدعوت بتنشرها، وبيقولوا طب التمويلات اللي كانت بتحصل قبل كده من بنيامين دي كانت مش كان عارف انه كان ممكن يحصل بها اسلحه وكان وكان وكان. النهارده واضح قوي ان في تساؤلات، واضح قوي. انا بصراحه شايف ان بنيامين نتنياهو مش هيتوقف عن الحرب لانه شايف من الحرب دي سبوبه كبيره قوي. ادركوا عارفين من ساعة 7 أكتوبر لحد النهاردة الاتفاقات العسكرية والتمويل العسكري من أمريكا لإسرائيل حجمه كام؟ 40 مليار دولار. طائرات F-22، طائرات F-35، طائرات F-15، أسلحة، ذخيرة، وهكذا. عموما حبيت أن أنا أستعرض مع حضراتكم آخر وأحدث المستجدات والفضائح داخل إسرائيل. أشكركم جدا جدا على المشاهدة. سلام عليكم. We'll be right back.